قداس وجناز في كنيسة الأم البتول للروم الملكيين الكاثوليك في مدينة بيت لحم عن راحة لنفس طيب الذكر مثلث الرحمات المطران إيلاريون كابوتشي. ترأس القداس نيافة المطران يوسف زريعي النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك في القدس، وقدس الأب الإيقونوموس يعقوب أبو سعدة راعي الكنيسة في بيت لحم والشماس فادي. وقد حضر الجناز جمع غفير من وجهاء وأهالي المدينة. وكان المطران كابوتشي قد تولى النيابة البطريركية في القدس عام 1965 خلفاً للراحل الكبير مطران القدس ابن بيت سحور وابن فلسطين مثلث الرحمات المطران جبرائيل أبو سعدة. وبعد الانتهاء من القداس توجهت مسيرة شعبية جابت شوارع بيت لحم وصولاً إلى بيت العزاء في مركز السلام في وسط المدينة، حيث حضر المئات من الشخصيات الاعتبارية السياسية والمجتمعية لتقديم واجب العزاء. وبدورها أكدت رئيسة بلدية بيت لحم الأستاذة فيرا بابون في كلمتها أن المطران ولد في سوريا لكنه أحب القدس بشكل كبير. هذا العزاء أقامته بلدية بيت لحم مع جميع الفصائل الوطنية وبلديات محافظة بيت لحم وفاء، وأقل شيء يمكن أن يقام لروح مطران كان له الوفاء الإنساني أولا وللقضية الفلسطينية العادلة لشعبها أيضا، هذا أقل ما يمكن أن يقام. وإن شاء الله سيكون هناك احتفال مركزي كإشارة وفاء للمرحوم نيافة المطران هيلاريون. هو معنا ونحن معه، تمنينا لو تمكن من زيارة القدس وفلسطين قبل موته، له الرحمة ونحن أبناؤه. كما ذكر هو الراعي، هو الراعي لرعيته المؤمنين، ولكنه أيضا عمل كراعي لقضية إنسانية عادلة، قضية الشعب الفلسطيني. نحن هنا أيضا، نحن هنا لنبقي هذه القضية حية نابضة، فالشعب باقي على الأرض والأرض وفية لشعبها. رحمة الله عليه، الرب أخذ، الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. كان مناضلا، كان يحب هذه الأرض المقدسة، وكان يتمنى أن يكحل عينيه في هذه الأرض ويرى أورشليم اللي هي القدس الأرضية قبل أن يرى أورشليم السماوية. هذا ما سمعته مرارا منه خلال التلفون بينه وبينه، لكن الله أخذ ودعته في مطلع هذه السنة عن عمر نشكر الله في 94 سنة. وكان موكب جنازته في لبنان، في لبنان كان كثير طيب ويليق بمقامه كمطران مناضل عاش في الغربة كمطران يدافع عن قضية الفلسطينية. هو فقيد ليس للمجتمع السوري أو الفلسطيني فقط، وإنما هو فقيد للأمة العربية، لأن المطران كابوتشي كان بمواقفه الوطنية
هو نصير الضعفاء والمستضعفين في الأرض، ولذلك أنا كرجل دين مسلم أعتبره قدوة لي في مواقفه وفي صموده وفي نضالاته، وهو مدرسة عظيمة في معنى البطولة والحرية والانتصار للضعفاء. ولذلك نحن اجتمعنا اليوم في مركز السلام مسلمين ومسيحيين من رجال دين وقيادات وطنية وثورية ومؤسسات وطنية ومن مختلف المشارف في بيت لحم. الجميع جاء اليوم ليشارك في عزاء، في مراسم عزاء خاصة تم إقامتها في مركز السلام لتأبين المرحوم والحديث عن بعض مناقبه وما قدم للقضية الفلسطينية والقضية العربية بشكل عام. هذا وقد شارك العدد من رجال الدين المسلمين والمسيحيين في رثاء المطران مستذكرين شخصيته الحكيمة. للنور سات مارلين الحدوة، بيت لحم.